إذن هذا الندوة انضمها المختبر الدراسات الاستراتيجية والتحاليل القانونية والسياسية تابع لجامعة سيدي محمد بن عبد الله ولكلية الحقوق بفاس حول موضوع الدبلوماسية في ظل التحولات الكبرى التي يعرفها العالم بأسره وخاصة في ظل تحولات الدبلوماسية التي يعرفها المغرب منذ عدة سنوات والتي عرفت عدة تغيرات منذ أن تقلد صاحب الجلالة عرش أسلافه المنعمين وذلك وهذا ما لاحظناه بحيث أنه أن استراتيجية الدبلوماسية للدولة المغربية عرفت تغيرات كبرى وشاملة في عدة الميادين بحيث وهذا ما لاحظناه مثلا توجه المغرب نحو في دبلوماسيته إلى البعد الإفريقي دون أن ينسى بطبيعة الحال الأصدقاء القدامى. مستقبل الدبلوماسية لا يمكن أن يكون مستقبلا زاهرا إلا إذا قمنا بالانتغراسيون ديال الانتليجنس ارتيفيسيال في الذكاء الاصطناعي في إطار الدبلوماسية وهذا ما نراه في عدة دول بحيث أن العديد من الوزارات في عدة دول تقوم بسكون نابل الدبلوماسي نوميريك الدبلوماسية الرقمية وهذا ما يسير في إطاره المغرب. في السنوات القليلة الماضية لاحظنا أن الدبلوماسية المغربية أو وزارة الخارجية قامت بالادابتاسيون تأقلم مع الدبلوماسية الرقمية وعدة دبلوماسيات جديدة وهذا ما سوف نراه في الجلسة الثانية بإذن الله. ينعقد هذا اللقاء الدولي في سياق يتسم بتحولات كبيرة على الصعيد العالمي، تحولات استراتيجية، تحولات اقتصادية، وأيضا في صعود نوع جديد من الأجيال التي لها طموحات كبيرة. إذن فالدبلوماسية هي وسيلة للتقارب ما بين الشعوب، وسيلة لحل الأزمات، هي وسيلة أيضا لتحقيق إنجازات في مجال التنمية وفي المجال الاقتصادي. الدبلوماسية الحالية هي دبلوماسية تطمح إلى التواصل بشكل أفضل، هي الدبلوماسية ليست منحصرة فقط في القنصليات، هي دبلوماسية منفتحة على جميع الفاعلين الاقتصاديين، المجتمع المدني، المقاولات إلى غير ذلك. هذا اللقاء الدولي هو فرصة لتبادل الأفكار، لتبادل المعطيات أيضا، وللخروج بتوصيات تتعلق بالمهام الجديدة للدبلوماسية في العصر الحاضر. هي فرصة أيضا لتبادل الأفكار ما بين ممارسين وبين باحثين وبين طلبة دكاترة من أجل الخروج بتوصيات في تهم الدبلوماسية الجديدة ووسائل تحسين الأداء الدبلوماسي للدول. بالنسبة لهذا الندوة التي حاولت التطرق إلى الدبلوماسية بشكل عام والموقف التحول الدبلوماسية في إطار التطور أو الحالة الوبائية التي يعيشها العالم، تطرقت إلى الرؤية المغربية والعمل الدبلوماسي المغربي والتحولات التي شهدها سواء في علاقته مع إسبانيا أو في علاقته مع ألمانيا. حاول التطرق من خلال المداخلتين التي شارك فيها كل من فرنسا وإيطاليا ومصر، حاولت التطرق إلى التحول في العلاقات الدبلوماسية الدولية في ظل الضغوط التي عاشتها من خلال جائحة كورونا ومن خلال التحولات الرقمية والحرب الدبلوماسية الرقمية. كذلك تطرق إلى دور الهجرة أو المهاجرين أو العمل من خلال نقطة العمل الإنساني وربطه بالهجرة والضغوط التي تمارسها مشاكل الهجرة في العلاقات الدبلوماسية بين الدول.